ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بيسألونا على السوشيال ميديا ايه المقلوبة دي، بنتفرج على تفاصيل في التليفون بتاعنا على اليوتيوب على الانستجرام، بنشوف وصفات للأكل، بنشوف أطباق بتتعمل مقلوبة في الريف المصري والصعيد المصري. خلوا بالكم المقلوبة دي مكوناتها تحت ايدك، أساسها الرز المصري، ما تتعملش غير بالرز المصري والأرنبيط أو البتنجان. أنا هعملها النهاردة بمدرسة تانية خالص، معانا لحمة مفرومة، لا هبر ولا صدور فراخ ولا فراخ، هنشوف مقاديرها على الشاشة. مقلوبة باللحمة والأرنبيط، معانا لحم مفروم كندوز نسبة الدهون تقريبا فيه تتعدى 20%، معانا أرنبيطة حلوة لونها أبيض جميل، ورز مصري وصوص طماطم أو طماطم مضروبة في الخلاط، معلية سمنة بلدي حلوة، بصلاية، تومية، شوية بهارات، أساسي فيهم الكمون، بما أن الأرنبيط له مشاكل مع الكولون والناس اللي بتعاني من مشاكل الكولون، فالأرنبيط هنا الكمون معاه لطيف وجميل بيمنع مشاكل الكولون. ده الكمون. تعالوا شوفوا مع بعض نعملها مع بعض إزاي. أول حاجة بعصج اللحمة المفرومة بجد، يعني مش هتحط لحمة مفرومة زي ما هي كده، لازم تتعصج، يعني تتعمل زي كأنك هتعملي فطاير أو هتعملي مكرونة بالبشاميل. معلقة زيت صغيرة كده بتسخن معانا، حلو، معانا بصل، معانا توم، بصلاية حلوة، شوية توم مفرومين، حلو. نبدأ الأول نحط البصلية بتاعتنا على النار، تاخد لون الكرملة كده وتبقى لطيفة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. خلي بالك البصلاية لما تاخد لون هتدي طعم للرز، لأن دي لازم تغلي عشان ناخد طعمها. ناخد البصلاية الحلوة دي كده يا عم الشيف ونحطها هنا في الزيت، حلوة، ونصبر عليها شوية، حلو، ونسيبها شوية كده. نحط فيها عود نعناع حلو عشان وانت واقفة في المطبخ عينك ما تدمعش، العين لما بتدمع بتدمع من الفرح، حلو. بصلاية حلوة زي دي كده اهي، ونحط في قلبيها النعناع بس خلاص. هناخد الأرنبيط بتاعنا، اللهم صل على النبي، بنسقطه فين؟ في قلب الزيت زي ما هو كده. زلزال، حلو قوي، والله كفاية دول، كفاية دول زي الفل. هنخلي الأرنبيط ده يتحمر شوية، نمسك البصايل الحلوة بتاعتنا دي نشوف أخبارها ايه. دي البصلاية اللي احنا هنعملها مع المقلوبة، ودايما لما بتيجي سيرة المقلوبة ونيجي نعمل المقلوبة دايما نتسأل من المخرج الجميل يا مغازي. نعم يا غالي. ليه سموها مقلوبة؟ سموها مقلوبة عشان دي بتتقلب في الصينية بعد ما بتتعمل، بعد ما بتستوي. لحم مفروم زي ده كده بالشكل ده كده اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط البهارات بتاعتنا، شوية بهارات بقى من اللي ايه؟ من اللي انت بتحبيها، شوية بابريكا حلوة كده، ممكن شوية كركم حلوين، شوية كمون دول أساسي. شفت ازاي اللحمة خدت لون حلو؟ تمام؟ أساسي الفلفل الأسود بتاعك الحلو، تمام يا عم الشيف، والملح اللطيف، حلو قوي، مع الزبدة اللطيفة.
ونغطي الحلة بتاعتنا دي كده. مش هتقلب اللحمة يا شيف؟ لا لا، دي مدرسة تانية خالص. هنغطي اللحمة دي كده ونسيبها. يلا بينا. حلو الكلام؟ اخبار الأرنبيط ايه؟ طبعا هنا موضوع تحمير الأرنبيط مهم جدا. خلي بالك لما بتحط الأرنبيط في الزيت ويتحمر بيبدأ ان هو ايه، يخس شوية. طبيعي. بصي كانت مليانة. لان طبعا لما بيتحمر بالشكل ده كده. تمام. خلي بالك لما تيجي تقطعي الأرنبيط وتحمريه خليها قطعة كبيرة، اللي هي الزهرة يعني، لأنها بتيجي كبيرة. ولما تيجي تشتري الأرنبيط لازم تشتري الأرنبيطية اللي هي شايفاها إيه؟ لونها حلو. نخش على الطبق التاني وإحنا شغالين مع بعض، وده الطبيعي عشان نكسب وقتنا وإحنا شغالين مع بعض. بصلاية نحمرها كده. هنا النار شديدة، حلوة أوي. أنا بحب أشتغل والنار إيه؟ تكون شديدة. وخمسك البصلاية كده ما خليهاش تاخد لون، عكس البصلايه بتاعت المقلوبه، لان لو خدت لون لون الجبنه معايا هيتغير وطعم الجبنه هتتغير. بنحط معلقه ثوم، قليل من الزبده يساعد على احمرار البصله والتومه، ونقلبهم كده مع بعض. شويه زعتر حلوين، مفيش كمون هنا بقى ولا كزبره، هو زعتر وفلفل اسود وبس. دي في الشوربه. بصلايه تاخد لون مع التومه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اخبار اللحمه ايه؟ عينيه. تبص عليها، بص عليها. انا اقدر اقول لك لا؟ بص على اللحمه المفرومه. الله، دي اللحمه بتاعت المقلوبه. انا مش عايزها تفلفل جامد، يعني تبقى زي الكفته كده او زي داوود باشا، تبقى ايه، قطع قطع زي ما انا عملتها كده. عشان تبان في الرز. شفت البصلايه؟ الله، خدت لون ازاي اللحمه وخدت طعم حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هناخد اللحم ده مع البصل ده ونخليه على جنب. ننزل بيه الميه. الله الله، بس خلاص. البروكلي بتاعنا جميل الحلو. شوربة البروكلي. نعم يا غالي، والله ممكن ان احنا ليك سؤال حلو قوي. بيقول لي الشيف دي كبيره قوي على بق الاولاد والاطفال. ده ممكن في طريقتين، يا اما نخفقها بالمضرب، يا اما ان احنا بعد دي ما بتستوي بتتكسر لوحديها، عشان نبقوا عارفين المدرسه يعني. دي حبات البروكلي هنخليها في قلب النار كده، وهنعمل حاجه لطيفه واحنا شغالين. معانا اللحم المفروم اللي اتعصق ده، هناخده ونحطه في الكسرولة دي عشان لينا شغل مكان تحمير اللحمة. ده اللحم بتاع المقلوبة في نفس الطاسة. في نفس الطاسة يا عم الشيف. اللحم ده هنخليه على جنب كده، ونفس الطاسة مش هغيرها. كل اللي أنا هعمله هاخد صوص طماطم أسقطه هنا. شفت الشقاوة؟ هو ده. وتبله بالملح والفلفل والبابريكا، ونسيبه على النار ياخد غلوة، ونستأذن مخرجنا الجميل على ما صوص الطماطم ده يتسبك بتاع المقلوبة. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. شفت صوص الطماطم مكان تحمير اللحمة؟ أكيد له طعم تاني وله مذاق تاني. خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف المكونات الثلاثة، الأرنبيط، صوص طماطم، لحمة، بطريقة جديدة. هنعمل المقلوبة ازاي؟ اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتأكيد صوص الطماطم لما بيتعتق أو يتسبك على النار بيبقى له مذاق وطعم تاني. نعم عينيا يا غالي أهو، حاضر. شوف الأرنبيط، يعني إحنا طلعنا وإحنا مش معانا الأرنبيط. التحميرة دي نقف عندها شوية كده ونعد على صوابع إيدينا الخمسة. الأرنبيط اتحمر بالشكل ده كده ونعد على إيدين صوابعنا الخمسة. إيه هي؟ أرنبيط بالطحينة، أرنبيط بالزبادي، أرنبيط بالثوم وزيت الزيتون، سلطة لطيفة جميلة. ممكن الأرنبيط بنفس الطريقة يتعمل المقلوبة اللي هنعملها دلوقتي، ممكن هنا يخرط الأرنبيط بالطماطم وهكذا. طالما اتحمر ووصل للدرجة دي من التحمير تقدري تشغليه خمس أصناف. هناخد مع بعض الأرنبيط واللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا عصجناها وصوص الطماطم اللي متسبك عندي، ونقف هنا في محطة الإبداع. حلوة أوي. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ في قلب الصينية اللي نشتغل فيها بنحط مكعبين من الزبدة، نقفل الزيت ده كده ونحط الشوربة دي هنا مع بعض واحدة واحدة. دي معلقة زبدة حلوة. دايما المقلوبة بيبقى لها شكل لما بنقلبها، فنحافظ على الشكل ده. واحنا واقفين مع بعض كده معانا فلفل أخضر، اللهم صل على النبي. هناخده كده ونرص كده. شفت الجو ده حلو؟ وده كمان نرسمها بقى عشان لما تتقلب تبان حلو. معانا فلفل أحمر يهمني الشكل بتاع المقلوبة بعد ما تتقلب، فعشان كده بنرسمها. وعلى فكرة المقلوبة من الأكلات الجميلة المفضلة عند إخواننا الشوام في لبنان، في سوريا، في الأردن. شفت الجو ده كده؟ هو ده يا عم الشيف كده الرسمة بتاعتها. عندنا كمان بصل، شغل كتير في المقلوبة دي اهو. شرايح من البصل ناخدها نحطها كده. دي مضايقاك؟ شيلها. حاضر يا فندم، بسمع الكلام انا. ايه رايك مخرجية جميلة؟ وبقرا فكرك وبقرا دماغك. شفت الشكل الحلو ده كده؟ حلوة. معانا لحمة مفرومة، اللحمة هنا متعصجة بشكل تاني خالص، تحس ان هي عاملة زي الكفتة. اهي بنحطها كده، مش علشان لما تعملي مقلوبة لازم تجيبه هوبر، لا، انت عملت اللحمة المفرومة بالشياكة دي. زي ما انا شغال كده. معانا الرز المصري بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. ومعانا صوص طماطم لطيف وجميل بيتسبك على النار. بمسك الرز ده واحله شويه في صوص الطماطم. شفت الشطاره؟ يعني احله شويه، يعني اخليه شويه يستوي مع قليل من الماء. تقوم المقلوبه ما تاخدش وقت كبير منك. دي مدرسه. المدرسه الثانيه ايه؟ ان الرز بينزل ني مع الخضره واللحم والارنبيط، وتصبري عليها شويه. انما انا معايا مخرج ومعايا فريق عمل، التزم بالوقت وعايز المقلوبه تستوي بسرعه. وانت ممكن برضو تكوني مستعجله مش عايزه تقف في المطبخ كتير ومستعجله على الغدا، فتعملي الحركه الحلوه دي واللطيفه دي تنجزك. الرز على النار اهو بيستوي شويه مع الملح مع البهارات، واسيبه على النار شويه. حلو الكلام لغايه كده، احنا زي الفل. حط لحمه كده، معانا ارنبيط بحط كده. شفت انا برص ايه دلوقتي؟ برص الارنبيط في قلب الصينيه بالتفاصيل اللي شفناها مع بعض. لما نيجي نقلبها بقى نشوف التفاصيل دي كلها. عندنا الرز، فكره انك انت تساوي الرز شويه دي مهمه جدا على فكره. عارفه ليه؟ هتوفري على نفسك وقت. هناخد الرز كده. نعم يا مخرجنا،
اقول لحضراتكم المخرج بيقول لي ايه؟ بيقول لي ينفع نعملها بالمكرونه؟ طب اقول لك خليك في الاخراج بس وخلاص، انت حبيبي. ما تنفعش مقلوبها بالمكرونه، دي اسمها اكله يعني من المطبخ الليبي، بس طبعا الموضوع مختلف يعني. اسمها المبكبكه. دي لازم رز مصري، مقلوبه نعملها في لبنان، في سوريا، في الصين، في اخر بلاد العالم، لازم ولابد الرز المصري. عشان ما نخترعش فيها بس. المكرونه يا قال. معانا اللحم. الله الله. ده الا شويه البصل دول اللي باقيين من اللحم، دول اهم حاجه عندي. حط عليهم الرز ده كده، شفت الشيف بقى لما بيشتغل ويعمل اكله محرمشه؟ هو ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد التقليبه الحلوه دي كده. شفت اللحم المفروم ده؟ هو ده. والقرنبيط ده. درجة حرارة الفرن عندي اللهم صل على النبي 180. ايه الجمال ده؟ تاكلي صوابعك وراها. عد صوابعك وانت بتاكليها. مقلوبة على طريقة المغازي باللحم المفروم. ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ. هناخد المقلوبة دي يا مخرجنا يا جميل ونغطيها وندخلها الفرن في درجة حرارة 180 زي ما هي كده. السؤال هنا بقى اللي بتتسأله دايما، دي مكانها فين؟ أرضية الفرن ولا على الشبكة؟ طبعا بالتأكيد في أرضية الفرن. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اللهم صل على النبي. مقلوبة في قلب الفرن، أكشفها؟ حاضر يا فندم نكشفها. ما ينفعش تطلع بقى كده. أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة. إيه الجمال والحلاوة دي؟ الإبداع الطهوي بمكونات بسيطة وسهلة، عملنا أكلة من المطبخ الشامي. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.